إذا تأملنا تاريخه منذ أن كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا عندما خرج بالقويصرة وقال يا محمد اعدل، وجدناه يخرج من أناس حقيقة عندهم اتهام للآخرين صريح بأنهم لا يفهمون وأنهم لا يعدلون. فتاريخ الخوارج مليء بأنهم لا يرضون على أحد، يعني لا رضوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الختمة، لا رضوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حتى عمر بن عبد العزيز الذي عدل واستتب له الأمر وأحبه الناس خرجوا عليه. فهم لا يحبون أحدا يستقيم له الأمر ولا يستمر له حفظ أمن الناس واستقرارهم، يعني أصبح ما أشبه ما يكونون بأناس عندهم حقد على المجتمع لا يظهرونه إلا بهذه الصورة البشعة. فهم في الحقيقة يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين، يريدون أن يفلوا ما اجتمع على ولي أمر المسلمين من خير، من ضبط أمور الناس، من إحلال العدل، من إشاعة الأمن والاستقرار، من